السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كل شيء مزيان؟ ايوا نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. عندنا اليوم غادي نديروا الكراميل اللي كيجي معمر. فعندي كراميل هنا متوسط في الحجم، ما بين 12 حتى 14 سنتيم، يعني ملي كيطيب كيبقى فيه ديك 8. فهاد الشكل هذا كيجيو شويه زعما كيجيو زوينين حلوين هكا في التعمار. وبطبيعة الحال يمكننا نعمرو الكالامر في زعما في جميع الاحجام ديالو. هنايا عندنا رجيلات وجني وحد ديالو قطعتهم وشحرتهم شويه ديال الزيت. عندي هنايا شويه ديال الكروفيت، واحد الكميه بسيطه اللي غنحتاجو الكروفيت. عندي شويه البصله هنا، بصله صغيره، وربعة ديال الدريسات ديال الثومه. عندنا هنا مطيشه، ربعة ديال المطيشات متوسطين اللي حكيتهم هذيك حكاك هاد المطيشه. واحد هادي لا فيرميسيل دو شين، واحد الباكيه صغيره ماشي بزاف، نص حامضه مرقده قشيره ديالها مقطعه، وواحد شويه ديال الفلفله حمراء اللي مقطعتها حتى هي رقيقه، واحد طريف يعني ربع فلفله حمراء ونص حامضه مرقده. غادي نحتاجو مع هادشي واحد، عندي هنا معلقه، نص معلقه د البزار، معلقه د الكمون، معلقه فلفله حمراء، يعني النص ديال المعلقه د البزار والمعلقه ديال الكمون وديال الفلفله حمراء. عندي كذلك واحد الوريقه ديال الرند، واحد شويه ديال الزعتر، وعندي الملحه. صافي هادشي اللي كنحتاجو في هاد الوصفه، واحد الوصفه اللي كتجي لذيذه بطبيعه الحال. عندي هنا شويه الاعشاب منسيمه والثومه بودره، ويمكن لكم تعوضوها يعني بقزبر ومعدنوس ولا المعدنوس بوحدو. غير هاد الاعشاب كتجي زوينه في هاد الوصفه وكتجي خفيفه والمذاق ديالها رائع. فكنحتاجو مقله بحال هادي طبيعه الحال. غادي نطيبو ديك مطيشه. فهاد الكلام غادي ندخلوه الفران، يعني غندير له واحد لاصوص ديالو ونعمرو وغادي ندخلوه الفران. كيجي زوين بزاف بهاد الطريقه، فكنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر. واحد الوصفه اللي زوينه وخفيفه وكنبدلو بها يعني حتى هي على الروتين. فهنا درت ديك مطيشه هي الاولى، غادي نخليها تطيب لان الكالامر كما كتعرفوا كيطيب دغيا. فلاصوص اللي غادي ندير فيها ديك الكالامر خصها تكون طايبه قبل ما ندخلو الفران. فغادي نخليوها تشحر مزيان. كندير شويه الملحه بحال هكا، وديك الورقه ديال الرند ولا ورقه سيدنا موسى، شويه ديال الزعتر، وغادي نخليها طيب مزيان. هاد المطيشه كيما قلتكم لان الكالامر ديالنا دغيا كيدي طياب، فغاد لاصوص خصها تكون طايبه وموجوده قبل ما ندخلوه الفران. نقصوا لها العافيه ونخليوها طيب ونمشيو نعمرو الكالامر ديالنا. فغادي نحتاج هنايا ديك لافيرميسيل، راه سلقتها في الماء، كتخوي عليها الماء طايب وتقطعها شويه رقيقه. واحد لافارس اللي كتجي لذيذه، هذيك البصله والفلفله شحرتهم، ديك البصله اللي متوسطه وربيه ديال الفلفله حمراء شحرتهم بشي شويه الزيت. هادشي راه ما درتش فيه الملحه، يعني هادوك شحرتهم بلا ملحه غير بشويه الزيت، ودوك الرجيله حتى هما شحرتهم غير بشويه ديال الزيت بلا ملحه باش ما نملحوش ونقدروا نحكموا في الملحه. فهنايا درت الشعريه قلنا لا فيرميسيل، ودرت الفلفله والبصله اللي مشحرين، والرجيلات ديال الكراميل والجنيحات، وشويه ديال الكروفيت ديك القشره ديال الحامض، شويه ديال الثومه، شويه ديال الزيتون مقطع، وغادي ندير شويه شويه من هادشي. ما غنديرش كلشي، غادي نخلي باش غندير في مطيشه شويه الكمون، فلفله حمراء، وشويه ديال البزار، يعني نصف الكميه ديال ديك العطريه، شويه ديال الثومه بودره، والاعشاب منسيمه اللي يمكن لكم تعوضوها بشويه المعدنوس ولا قزبر معدنوس. صافي غنخلط هادشي مزيان وغادي نعمر دوك الكالامر ديالنا.
ها زيد شويه الملح هنايا، صافي كنجيبو بحال هكا الكالمار كنعمروهم. اللي مهم انك ما تعمريهمش حتى للراس، كتخلي واحد ثلث ديالها خاوي، لان هاد لافاكس باغا تنفخ لينا وتعمر، وحتى داك الكالمار كيطيب وكيتجمع باش ما يطردقوش، فكتعمري وتخلي الثلث ديالها خاوي وكنجمعوهم بديك الباليجوس د هادو. بهذا الشكل هذا نعمر ونخلي الثلث ديالها خاوي، وكنسدوها بديك العويدات. على هذا الشكل باقي غادي يطيبوا ويتنفخوا، فكنخليو ليها مساحه فاش تنفخ لينا ديك لافارس ويطيب لينا داك الكراميل، يعني حتى هو كيتجمع وما يطرطقوش، يبقاو زوينين في المنظر ديالو. وغادي نكمل بنفس الطريقه حتى نسالي هذه الكميه اللي عندي كامله، ونرجع معكم نوريكم كيفاش غنديروا لهم باش ندخلهم الفران. فكنجيبوا شي اناء بحال هذا اللي كيدخل الفران بطبيعه الحال، هادو ديال اليوم عمرتهم كاملين بحال هكا. واحد شويه د لافارس اللي بقى قسمت واحد المطيشه وخويتها وعمرتها، كيمكن لكم ديروا نفس الطريقه مع شي فلفله ولا شي بطاطا ولا اللي بغيتو، اي حاجه يمكن لك تخويها مزيان وتعمريها بداك الشيء اللي كيبقى. شي حاجه اللي كتدخل الفران بحال هادي. لاصوص هي مطيشه طيبتها مزيان، غادي نفرشوها هي الاولى. غنزيد فيها داك شويه الثومه وديك شويه د العطريه اللي خلينا قبيله، وغادي نستفو يعني هاد الكراميل ديالنا بواحد الشكل اللي يكون زوين مستف، ويكون يعني باش يشرب لنا حتى من هاد لاصوص ديال المطيشه. وكما قلنا يعني هو ما كيحتاجش طيب بزاف، الا طاب بزاف كيرجع قاصح. فغادي ندخلوها الفران غير جهد ما كيتبدل له اللون ديالو، كيتبدل اللون يعني كيبان لك تحمر هكا شويه، وديك المطيشه حتى هي كتطلق الماء ديالها. وصافي يعني غادي لنا كاع 21 دقيقه ديال الطياب. الفران اللي هو سخنتو 180 درجة، وغادي نشعلو في الاول غير من تحت حتى لديك 5 دقائق الاخرى، وكنشعلو من تحت من الفوق. كندير له واحد الخويط ديال زيت الزيتون بحال هكا، غير خويط هكا باش كيذهب وكيعطي واحد اللون زوين. وغادي نديو الفران ومن بعد نوريكم الشكل ديالو النهائي. هذا هو الطبق ديالنا، يعني الشكل ديالو النهائي كيجي بحال هكا محمر وغزال، الريحه ديالو غزاله. فكنتمنى تجربوه كما قلتكم طبيعه الحال. من دابا غادي نقطع لكم شي وحده باش تشوفوا كيفاش كتجي ديك لافارس ديالها من داخل. هنا زينت الطبسيل ديالي بواحد الفلفله حاره، ودوك العويدات عمرتهم شويه الزيتون خضره مرقده، غير كتزين وكيبقى ديك شي اختيار يعني بطبيعه الحال.
هنايا غادي نحط واحد جوج وحيدات هكا وغادي نقطعهم ونوريكم كيفاش كتجي لافاكس ديالها. هذا هو الشكل ديالو النهائي، بحال هكا كتجي لافاكس ديالو غزاله وخفيفه، المذاق ديالها يعني خفيفه ماشي شي شرموله ولا شي حاجه قويه. فكنتمنى تعجبكم الوصفه بطبيعه الحال، ما تنساوش ديروا لي لايك للفيديو واشتراك في القناه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.